المهندس محمد الحاج حامد، مدير مشروع إزالة الركام في مدينة الباب وبزاعة وقباسين. نحن اليوم في الأسبوع الثاني من أعمال إزالة الركام في مدينة الباب. طبعاً عم نتابع أعمال إزالة الركام وفتح الطرقات في مدينة بزاعة ضمن مشروع دعم النفقات التشغيلية لمشروع إزالة الركام. أما المجموعة الأولى اللي كانت تعمل في الباب في الحي الجنوبي والشرقي انتقلت اليوم إلى بلدة قميسين لمتابعة أعمال إزالة الركام في هذه البلدة، وصلنا من الساعة 8 صباحا لحتى الساعة حاليا الساعة 1:30 نعمل في إزالة الأنقاض وترحيلها إلى المكبات خارج البلدة. الحمد لله رب العالمين، الشباب دعمونا. نحن اللجنة الوحيدة، المنظمة الوحيدة اللي اهتمت في الأمر هي لجنة إعادة الاستقرار، ومثل ما شايفين يمكن إن شاء الله يومين ثلاثة إن شاء الله بيخلصوا بإذن الله تعالى والأمور بترجع لمجارية. ونشكر لجنة إعادة الاستقرار على الاهتمام في هالأمور. شكرا لكم كثير.